من المفروض أنك إطارات كقيادات نعود عارفين مهامنا وعارفين مسؤولياتنا ودقيقين في ملاحظاتنا ودقيقين في انشغالاتنا ودقيقين في احتياجاتنا ودقيقين في معاناتنا. ولا هنا الكلام العام. ما رحل شهيد فوق هذا الوطن إلا وزفته الجماهير بدموعها وتمسكها بالعهد على الثبات بقناعة مؤمنة بحتمية النصر أو الشهادة. فالموت المحتوم وإن طال الزمن سيلاحق البشرية جمعاء حتى يضعها في يد الخالق في يوم لا مفر منه. قدم الشعب الصحراوي المكافح منذ البدايات الأولى لشرارة الثورة الصحراوية مئات الشهداء من الذين قدموا أنفسهم قرابين على مذبح الحرية والكرامة والاستقلال، بل وتسابق أبناء الوطن للظفر بالشهادة. لكن القدر اليوم أخذ مثلا شرسا ورجل ميدان وعمل خبر دروب القتال وتمرس في تسيير عدد من هياكل مؤسسة جيش التحرير الشعبي الصحراوي. انخرط الفقيد في وقت مبكر في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب سنة 73 900 تاركا دراسته الجامعية ليلتحق بجيش التحرير الشعبي الصحراوي، حيث كان من أوائل الشباب الذين ولجوا ميدان التخصص الأكاديمي وساهموا في إرساء دعائم التكوين العلمي بجيش التحرير الشعبي الصحراوي. انتخب المرحوم عبد الله الحبيب البلال عضوا في الأمانة الوطنية منذ المؤتمر الثامن، وتقلد العديد من المهام العسكرية وهدائهم من يرسم معالم طريق النصر المحتوم. رحل الفقيد تاركا خلفه إرثا من القناعة والمبادئ التي ظلت راسخة شامخة شموخ جبال تيرس وزمور، وسيظل الشعب الصحراوي يذكر هاته الخصال المتميزة التي تدل على الوفاء لروح الشهداء والوطن. رحم الله معشر الشهداء وجزاهم عنا خير الجزاء.